هنعرف تفاصيلها من سيادة النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العلاقات الخارجية. سيادة النائب، برحب بيك معانا. اهلا وسهلا استاذ رامي، تحياتي لحضرتك. تحياتنا ليك، برحب بيك معانا. ويعني ممكن برضو تدينا شبه ملخص لإيه أهم الموضوعات اللي ليها علاقة بالشأن التعاون المصري الخارجي اللي تم الحديث عنها النهاردة في البرلمان؟ يمكن النهارده من خلال عرض سيادة وزير الخارجية للبيان ما تم على مدار الفترة الماضية، كان في حالة ارتياح عام من قبل أعضاء مجلس النواب للخطوات اللي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية في تعزيز دور ومكانة مصر وتعزيز علاقاتنا الدولية وإدارة الملفات اللي بتمثل تحديات للدولة المصرية. حصل عرض متكامل من السيد وزير الخارجية حول القضايا الرئيسية وحول العلاقات أيضا الرئيسية والشراكات الدولية القائمة بين مصر ومختلف بلدان العالم، بداية أولا من التعرض مع التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة والتأكيد على أنه في حالة من الانفتاح الكامل موجودة مع الإدارة الأمريكية الجديدة على أسس وثوابت أن مصر دولة ذات سيادة وبتعمل من خلال المصالح المشتركة مع مختلف الدول. أيضا كان في تأكيد على إعلان عام 2021 عام للتبادل الإنساني بين القاهرة وموسكو كتتويج العلاقات المصرية الروسية وما وصلت إليه من تطورات كبيرة وصلت إلى الشراكة الاستراتيجية ما بين الجانبين. نعم. طب أستاذ طارق، طمنا عذرا المقاطعة، يمكن من الأولويات الهامة جدا ومن الملفات اللي المصريين عايزين يطمنوا بشأن مستجداتها ملف سد النهضة وآخر التطورات في إطار ما أشار إليه وزير الخارجية في هذا الشأن. نعم، كان جانب كبير من البيان الذي عرضه السيد الوزير كان متعلق بسد النهضة وأنه هي بالنسبة لوزارة الخارجية المصرية هي القضية الأهم الآن وخلال الفترة الماضية، وأكد على استمرار تعنت الجانب الإثيوبي وأن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المشروعة وحقوقها المائية والتاريخية وأنه بتأتي أولى مسؤوليات أو المسؤوليات الأساسية لدى وزارة الخارجية هو الحفاظ على مقدرات الشعب المصري في مسار المفاوضات، وأنه مصر ما زالت بتعرب عن مساعيها نحو الوصول إلى اتفاق عن طريق المفاوضات، لكن في مقابل ده هناك تعانت إثيوبي كبير، لكن هذا لن يمنع من أنه مصر ستحافظ على حقوقها المائية وعلى مقدرات الشعب المصري. نعم، مسيرة طويلة الحقيقة من المفاوضات ومصر بلها طويل جدا في الحمد لله في هذا الملف، ونتمنى إن شاء الله أنه نشهد الوصول إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف في الوقت القادم. من الملفات أيضا الحقيقة مصر بذلت فيها مجهود كبير جدا ولا تزال هو الأوضاع في ليبيا والسعي وتقديم كل الدعم لعودة الاستقرار والمؤسسات الليبية. أيضا ما هي آخر التطورات في هذا الملف كما طرح من وزير الخارجية اليوم؟ كان في عرض للجهود المصرية الرامية لتسوية الأزمات اللي بتمر بها عدد من الأقطار العربية وبالأساس دولة ليبيا الشقيقة، والتأكيد على أنه الإرادة المصرية دائما تتجه إلى توحيد الصف الليبي وإلى القدرة على الوصول إلى حل سياسي من خلال الأطراف الليبية وإمكانية الإسراع في تركيب كافة أوجه التحديات التي يواجهها الداخل الليبي، وكل ذلك بتأكيد طبعا بإنفاذ الإرادة الليبيين ووضع رؤيتهم بدون أي تدخلات من الأطراف الدولية. وامتداد ذلك كان هناك أيضا حديث عن الدعم الكامل لأشقائنا في سوريا ولضرورة الحفاظ على كيان الدولة السورية، وأن مصر لا تدخر جهد في القدرة على مساعدة كل الأقطار العربية بما فيهم لبنان أيضا في القدرة على المرور بأزماتهم والحفاظ على كيان الخاصة بدولهم وأيضا إنفاذ إرادتهم داخل دولهم ووضع رؤى مستقبلية لمواجهة كافة الأزمات والتحديات اللي بتواجه هذه الدول. تمام. طيب اسمح لي اخيرا سياده النائب، وانا عارف ان ده من الملفات اللي تم الحديث عنها اليوم في اطار عرض وزير الخارجيه،
ويمكن كمان مهم ان احنا نتكلم عن هذا الملف في ضوء المستجدات بشأنه، هو ملف حقوق الانسان، وشايفين اتنين من اعضاء مجلس النواب الامريكي بيقولوا ان هم بيشكلوا لجنه علشان هي معنيه بملف حقوق الانسان في مصر، ده من جهه. ومن جهه اخرى كانت ايضا مقرره الامم المتحده المعنيه بشأن حقوق الانسان كان ليها بعض التصريحات مؤخرا ايضا في هذا الاطار. واسمح لي لن يعني نخوض في تفاصيل حديث بعض السادة النواب بلغة انه لا حدش عمل لنا حاجة وده شأن داخلي، مع كامل الاحترام والتقدير، انما هل حضراتكم في لجنة العلاقات الخارجية بصدد التحضير لملف ويكون في تواصل عبر الفيديو كونفرنس زوم او غيرها من التقنيات عشان نشوف الناس دي بتتكلم في ايه وايه التفاصيل اللي موجودة عندها ونرد عليها بكل ما لدينا من تفاصيل نستطيع من خلالها صد هذه، مش عايز أقول هجمات، بس المحاولات للتدخل في الشأن الداخلي المصري؟ بالتأكيد احنا منذ عام 2016 ومع فصل التشريع الأول والبرلمان الذي انتهت مدته وحتى مع البرلمان الجديد ونحن داخل لجنة العلاقات الخارجية نتفاعل ونتعامل مع هذا الملف بشكل مستمر. لا يمكن ان احنا نصف الوضع الآن كما كان في 2016 مع بداية البرلمان بعد وضع الدستور عام 2014. في هذا التوقيت كانت الظروف صعبة للغاية والتحديات كانت كبرى، وبالتالي نحن الآن في وضع مختلف. مصر دولة تتمتع باستقلال قرارها الوطني بشكل كامل، ودولة تتمتع باحترام الآخرين في مختلف الملفات وفي مختلف المجالات. مصر خدت خطوات حقيقية وملموسة في مجال حقوق الإنسان بمفهومه الشامل من النواحي السياسية ومن النواحي الاقتصادية ومن النواحي الاجتماعية، إضافة لذلك أن مصر دولة تواجه تحديات كبرى من مثل مواجهة الإرهاب، وأيضا أن مصر دولة موجودة في محيط ملتهب ومليء بالصراعات ومليء بالجماعات الإرهابية، فبالتالي لابد من أخذ كل هذه الاعتبارات في الاعتبار وفي وضع رؤية شاملة لما يجري. وبالتالي كما حضرتك تفضلت، الحوار دائما هو نستطيع من خلاله أن نوضح كثير من الأمور. نحن نتعامل مع عدة أطراف دائما داخل البرلمان بشكل تقليدي، سواء كان كونجرس أمريكي، البرلمان الأوروبي وغيرها. دائما نتعامل مع أشخاص قد يكون ليس لديه المعلومة الصحيحة، وبالتالي هو في حاجة إلى أن يسمع، وهنا بتأتي رؤيتنا وبتأتي مسعينا نحو قدرتهم على الفهم الدقيق لطبيعة مجريات ما يحدث سواء كان على الساحة المصرية أو حتى في منطقة الشرق الأوسط. إضافة لذلك هناك أطراف قد يكون موصل لهم بعض الأطراف الأخرى المعادية لمصر ووصلت بعض المعلومات المغلوطة، وبالتالي كان لابد مننا أو بنعمل دائما على أن احنا نوصل الصورة الحقيقية. وهناك طرف أخير يعني لديه موقف سلبي متعلق بالأيديولوجية الخاصة أو بأفكار سياسية معينة، وبالتالي بيكون رؤيته بشكل مستمر رؤية سلبية. ولكن هذا لا يمنع أيضا من أننا بنتواصل مع كل الأطراف وبنوصل الصورة بشكل صحيح بشكل ومنطلق الندية التي فيها مرونة شديدة في تناول الموضوعات. ده المهم. بالتأكيد في بعض الأمور التي لا نسمح فيها في التدخل الشأن الداخلي المصري، لكن مسائل حقوق الإنسان أصبحت الآن مسائل دولية لابد من الحوار بشأنها، وبالتالي بنعتمد أيضا على أننا بندرس مشاكل الآخرين، لأن ما فيش دولة في العالم ما عندهاش مشاكل في حقوق الإنسان. مظبوط. ما فيش دولة في العالم هي جنة على الأرض. كل دولة فيها مشكلات في حقوق الإنسان وعندها مشكلات وتحديات، وبالتالي عندما يتحدث أحد عن أمور خاصة بمصر نحن أيضا نتحدث في أمور خاصة ومتعلقة بهذه الدول ومشاكل وتحديات. قناة الحوار دي أهم قناة الحقيقة، ويعني متوقعين أن ده هيفضل يحصل بشكل أو بآخر، ومش عايزين ناخده بصورة سلبية لأنه الردود موجودة والأدلة موجودة والبراهين موجودة والشواهد، ونقدر أن احنا نوضح الصورة بشكل أفضل. لا، ولا عايزين كمان أن احنا يعني ننفجع أو نشعر بالقلق من وجود بعض الأشخاص أو تحركات معينة جوه الكونجرس. الأمور دي موجودة طول الوقت، صحيح. وفي تحركات طول الوقت من البعض، لكن أيضا في تحرك مصري دائما سواء كان
من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية في م. التصدي لكل هذه الأمور بالحوار زي ما حضرتك تفضلت، م. وأيضا بالمساعي الدبلوماسية سواء كانت الدبلوماسية الحكومية أو الدبلوماسية البرلمانية ده المفروض. التي لا تتوقف عن العمل بشكل مستمر لمواجهة كل هذه التحديات في رائع. سواء كان في برلمانات أو مع بعض أطراف المؤسسات دولية الدولية أو الأخرى. مع حكومات مختلفة. نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العلاقات الخارجية.